الاول كانوا غاديين مزيان، مي الرطوبه والاجواء ما ساعدتهمش، هذا الشيء اللي خلاهم يتكاسوا شويه، ميكونوش في ذاك المستوى اللي كنا كنتسناو. في الاول ماركاو بيت شي حاجه كانت مزيانه، وكنا كنتسناهم يزيدوا القدام، يزيدوا البيت الثاني ويشدوا الدفاع شويه، يزيروا الدفاع شويه، ولكن للاسف مش هادشي اللي كنا باغيين هو اللي لقينا. الشيء اللي استغلته الكونغو الديمقراطيه، استغلت اخطاء الدفاعيه، واستغلت العياء نتاع اللعابه، وماركاو بيت التعادل، داكشي اللي هما كانوا باغيين. ماشي مشكل، حنا باقيين في الصداره نتاع المجموعه، 4 نقاط، ماشي مشكل، باقي لنا ماتش تاع زامبيا ان شاء الله يكون خير، لاعبين بالليل مع 6 العشيه، ماشي بحال الجوج، يعني غادي تكون واحد الحاجه مزيانه للمنتخب، وان شاء الله يكون خير. وكنتوقع زامبيا غادي المغرب غادي تربح زامبيا بجوج لزيرو. صراحه الاداء كان مزيان، نتيجه متوقعه 1-1 نظرا لارتفاع درجه الحراره في افريقيا، وبزاف بزاف بزاف الرطوبه حتى هي زادت تعقدات الامور على المنتخب، ولكن الحمد لله نتيجه مرضيه، وان شاء الله في الماتش الجاي نقدروا ريكوبيري، وغادي نشدوا ان شاء الله 3 نقاط، وحنا فخورين بالمنتخب وديما مغرب. اداء كان زوين، لعبوا مزيان، تقاتلوا على كره، كان الماتش قاصح ما كانش ساهل، حيتاش الافارقه ما ساهلينش في اللعب ديالهم، وفرقه الكونغو ما ساهلاش. المهم الماتش كان في المستوى، لعبوا تقاتلوا، الحمد لله خرجوا بنتيجه شريفه. هو الماتش كان قاصح، ولكن كانت عندنا الثقه التامه انهم غادي يربحوا، وحتى دابا الحمد لله راه ربحنا ما خسرناش. خويا المنتخب راه كان واعر في الشوط الاول، كان اداء جميل جدا، ولكن اخويا في الشوط الثاني واحد ما عرفتش واش الجو ولا شويه تاع اللياقه البدنيه هي اللي فشلتنا. الكونغو كانوا يا سلام وكانوا يربحوا، ولكن الحمد لله على التعادل هذا، باقي حنا الاولين في المجموعه. بصراحه اخويا كنت نقولها المنتخب رابح، وبين هذا الماتش هذا بين نحسموا التاهل، ولكن افريقيا هي هذه كاع الماتشات تيكونوا فيهم مفاجات. المنتخب الوطني المغربي يقترب من التاهل الى ثمن نهائي كاس الامم الافريقيه كوت ديفوار 2023 بعد التعادل هدف لمثله مع الكونغو الديمقراطيه، لتبقى مباراه زامبيا الاخيره الاربعاء المقبل حاسمه في تصدر المجموعه السادسه والتواجد في قادم الادوار.